اقترب من المشهد اكتر ونرحب على التليفون بالنجم الكبير كابتن حازم امام عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. مساء الفل عليك يا كابتن حازم. مساء الخير يا كابتن مصر. ازي حضرتك الشهير؟ ازيك يا ابو الكباتن، ربنا يخليك. عامل ايه؟ كله كويس الحمد لله يا كابتن، كله تمام الحمد لله. طيب خليك بس تجاوبني الاول، ان انا قلت اول مره اشوف حازم امام هو اللي بيتصدى للمؤتمر الصحفي، ليه؟ والله بص يا كابتن، يعني يمكن بعد الفترة اللي فاتت طبعا انا وانت في المؤتمر بنعتذر لكل الشعب المصري اكيد على النتيجة والنتائج والاداء، على الاداء تحديدا، من النتائج كل شيء واحد وكل، لكن مهم الاداء. نعم. فبنعتذر لهم طبعا، ويمكن قلنا نغير السيستم شوية ونعمل نحاول نصلح من بعض الاخطاء او من الاخطاء اللي احنا عملناها، مش ان انا طلعت ان انا يعني بصلح، انا قصدي في كل المجالات في كل الملفات يعني. فقلنا هنتكلم لاما انا لاما كابتن بركات عشان الموضوع يخص ملف كوره بشكل ملف فني، وده يمكن اللي كان الفتره اللي فاتت كان في بعض الاختلافات فيه، لكن يمكن وضحناها النهارده بشكل او باخر، فهيبقى كل الامور الفنيه. ده طبعا يعني المجلس مؤخرا تفضل ان هو انا او كابتن بركات نكون دايما احنا بنتكلم في هذا الموضوع، وده طبعا يعني بشكرهم عليها مجلس الاداره، انه شايف ان احنا نتولى هذه الملفات بعد الموضوع يعني من دلوقتي. فبالتالي هبقى انا او بركات دايما بنطلع نتكلم في الامور الفنيه، لكن الامور الاداريه الامور اللجان والحاجات دي كلها طبعا هيبقى فيها ناس اخرى معانا برضو يعني في مجلس الاداره، لكن كل ما يخص الحاجات الفنيه كابتن شوبير هيبقى يا اما انا يا اما كابتن بركات هو دايما هيطلع نتكلم فيها ان شاء الله. طيب كل ما يخص الامور الفنيه، ولكنه يتبقى السؤال، إذا حازم إمام ومحمد بركات استقر على اختيار فلان الفلاني مديرا فنيا للمنتخب الوطني، هل إذا رفض الاتحاد هذا الاختيار يبقى كأن شيئا لم يكن؟ لا، ما هو يعني دلوقتي هم مدينا الصلاحيات بشكل كبير في الساحات الفنية، والناس ورانا وفي ظهرنا وكوش يعني بدينا كوش جامد، ان احنا هم داعميننا في كل قراراتنا، وان احنا بنتناقش على فكرة، الناس كلها برضو على فكرة يعني مناقشة مهمة، ومناقشة ساعات بتطلع أفكار وبتطلع آراء جديدة، لكن يعني هم مدينا الملفات دي بشكل كبير وواثقين فينا وداعمين فينا. وأي زي ما قلت حاجة حتى زمان لما قلت حاجة وإحنا في رمضان عند حاجة في الراديو، قلت لك إحنا هنعرض ملفات ونتناقش عليها، لكن مش هاجي أقول لهم ده اللي بقوله لازم تسمعوه، مفيش حاجة اسمها كده حاجة يعني. طيب ما يبقى الأمر كما هو كابتن حازم، ما أنت عرضت قبل كده. لا بس المرة دي هم مدينا الاثور يعني السلطه الكامله ان احنا نختار، واحنا اللي نقول الاولويه لينا، واحنا بنعرض لهم وجهه نظرنا احنا ليه اخترنا ده او ما اخترناش ده، وفي الاخر نصدق على هذا يعني ان شاء الله باذن. طيب ادي نمره واحد، نتمنى ان احنا يعني ربنا يعني يكتب لنا الخير ونعرف نختار صح باذن الله. حازم امام ما زال اكثر المتحمسين لعوده كروش، ولا ما لاحظته انا النهارده في المؤتمر الصحفي ان حماسك قل، وما ترجمته انا بيني وبين نفسي ان كروش اعتذر عن العوده للتدريب في مصر؟ بص يا كابتن، انا ما كلمتش كروش زي ما قلت في المؤتمر. نعم. يعني فيس تو فيس او كلمته زوم ولا اي حاجه خالص. نعم. لكن في بعض الوسطاء، يمكن طبعا مستر كروش انا بحبه جدا على فكره. نعم. هو راجل انا بشوف انه عمل شغل كبير جدا جدا. صحيح. جدا في مده قصيره جدا، ودي يمكن صعبه في الكوره طبعا، ان انت تعمل فرق وتنافس في 6 شهور او اقل كمان، فانا بشوف انه واحد طبعا المدربين المهمين اللي جم مصر. نعم. هو اكيد اسمه مطروح مع سيديات كتير جدا. انا قلت النهارده يا كابتن في المؤتمر ان احنا مصر كبيره قوي يا كابتن شوبير. انا من ساعه ما خلصت المؤتمر وقبليها وبعديها انا تليفوني ما بطلش من كميه الوكلاء والناس المديرين الفنيين بنفسهم بيبعتوا لي، ان عارفين قيمه مصر وعارفين مصر منتخب كبير جدا، فان شاء الله ربنا يهدينا ويعني يولينا. ما ردتش عليا كيروش اعتذر؟ لا والله ما اعتذر. يعني يعني صراحة ما اعتذرش. بس احنا ما وصلناش لحق يعني اللي بيكلمه ما وصلش ان هو تقريبا. طب ليه حازم امام ما يروحش مباشرة لكارلوس كيروش؟ انت ما شاء الله تتحدث الانجليزية بطلاقة. طبعا. والراجل عنده ثقة كبيرة جدا فيك وتليفوناته مش بعيدة عنك،
ما تروح عشان تعرف، لانه الان الناس اعترفت ان كيروش كان ليه دور كبير جدا في كرة القدم المصرية، وان وجوده كان بمثابة عامل استقرار. سيبك من الهجوم اللي حصل قبل كده، وانا شفتك عيني وانت بترد على اسئلة السادة الصحفيين يعني، فليه ما يروحش حازم امام مباشرة والاتصال المباشر؟ كل شيء وارد طبعا. كل شيء وارد طبعا كابتن شجاع، كل شيء وارد. زي ما بقول انا راجل بحترمه وبقدره جدا. لكن كنت في كان في يعني مش وسيط، هو يعني اللي هو حلمي مشهور، هو معانا طبعا في مجلس الاداره، وهو كان يعني صديقه جدا، لانه قعد في بطوله افريقيا معايا حوالي 25 يوم. مظبوط مظبوط. فكان علاقته بيه كويسه وقوي، وهو صديق عزيز لي يعني. فكان هو قلت له يتولى هذه طبعا اللي هو قيمه وقامه كبيره جدا، طبعا راجل طبعا مسؤول بشكل كبير. فكان هو يعني كان انا اللي بتكلم، لان هو برضه هو عارف قيمته كمستر. يعني هل هو ادى اجابه قاطعه؟ لا لا لا، ما اداش اجابه قاطعه لسه. احنا كنا لسه برضه بنستشف في الامور يعني، الكلام ده امبارح ولا حاجه، فلسه برضه ما فيش كلام. طيب معلش يا كابتن حازم، استحمل تقل دم شويه. هل الاولويه لكارلوس كيروش؟ والله يا كابتن يعني مصر كبيره جدا، ومصر منتخب يتمنى اي مدرب. والله كيروش يعني وافي طبعا حاجه كويسه، ما فيش مدربين كتير برضه كويسين يتمنوا ان هم يكونوا موجودين لمنتخب مصر. فاحنا بنشوف الاولويات وبنشوف السيفيهات، يعني والاصلح من وجهه نظرنا ان شاء الله يبقى كويس هو اللي هيجي يا كابتن مصر. طيب هل محددين مدرسه معينه؟ يعني مصر بتميل الى المدرسه البرتغاليه، الى المدرسه الالمانيه شويه، هل في مدرسه اتحاد الكره بيفضلها، او الكابتن حازم امام والكابتن بركات باعتبارهم هم اللي مفاوضين من اتحاد الكره بتفضلوها؟ والله بص يا كابتن، هو انا بشوف فكره المدرب يعني. المدرسه البرتغاليه مثلا مش كل المدربين كويسين. صحيح. مش كويسه. نعم. هي حسب المدرب يعني. هيرفي رينار مثلا فرنساوي، مدرب كويس جدا. خليل الزيتش بوسني فرنساوي، المغرب وماشي معاهم بشكل كويس. في مدارس طبعا بتشرب يعني، الاسبانيه كلهم بيشتغلوا بنفس السيستم، الالمان. لكن بشوف المدرب هو عمل ايه، لان مش شرط ان واحد نجح في مكان ينجح في نفس المكان او يبقى نفس واحد زيه. لكن بنشوف يعني، انا وجهه نظري بشوف السيفيهات، هو اشتغل فين، عمل ايه، هل هو لو صغير عنده طموح واشتغل واشتغل كويس وعمل حاجات، لو هو مثلا كبير شويه طب مسك منتخبات كان افريقيه او عربيه. ففي اسامي كتير يعني، في مدربين صغيرين كويسين قوي ماسكين في انديه في اوروبا برضه موجودين وعارضين نفسهم وبيلعبوا كوره حلوه جدا، وفي مدربين كبار مش منتخبات في اوروبا برضه، وفي امريكا اللاتينيه مدربين برضه مسكوا منتخبات. فهنشوف ايه الاقرب واللي عنده البوسيبيلتي انه يجي يعني. حازم امام بتفضل السن الصغير ولا الخبره؟ حابب تخوض تجربه جديده؟ حسب السي في يا كابتن يعني. طبعا لو صغير، بس ده بيبقى في نوعا ما تشكك عندنا في مصر شويه انه صغير، فطبعا هيبقى في حاجه من التشكك كتير عندنا في لو جبت حد صغير. لكن انا بشوف المدربين الصغيرين عندهم اللي عندهم بوتنشال واشتغلوا في انديه كبيره في الدوريات الاوروبيه ممكن يبقى عنصر، او ممكن يبقى مدرب كبير واشتغل في منتخبات برضه ممكن يكون افضل يعني. حسب يا كابتن، بص انا بشوف كل حاله بحالتها الصراحه، كل سي في لما بيجي بتشوفه وتفسره وتشتغل عليه، ممكن تلاقي واحد جامد جدا، وممكن تلاقي ناس اسم كبير يعني كان بيضرب في بريمير ليج مثلا او في لا ليجا ممكن يكون عايز يجي. فعارف كل سي في بيجي مختلفه يا كابتن. طيب لكن ان شاء الله يعني زي ما بقول لحضرتك هنحاول ان احنا مش انا لوحدي طبعا، انا وكابتن بركات، لان كابتن بركات برضه ليه شغل كبير وبيشتغل على الملف ده بشكل كويس جدا وشغال بشكل قوي جدا، وهنعرضه على مجلس الاداره يعني. طيب الكلام على كيروش واضح، لكن الكلام على هيكتور كوبر هل اسمه مطروح ولا هذه صفحه وانطوت خلاص؟ ما يعني لا يعني مش عايز اقول على حد انتهى او ما انتهاش يعني. كوبر راجل اشتغل معانا، وراجل على فكره في من كيروش كتير جدا 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 في النظام والالتزام والتدقيق في كل سنتي في المعسكر. كل شيء، كل الاوراق متاحه يا كابتن والله لسه يعني. احنا طيب لسه بنشوف، وعندي اوراق كتير قوي يعني بفكر بالظبط نعمل ايه ان شاء الله. بتفضلوا حد اشتغل في القاره الافريقيه من قبل زي مثلا بوميل اللي كان بيدرب كوت ديفوار يا كابتن حازم؟ اكيد بيدي اوبشن زياده طبعا. نعم. اكيد بيديك افضليه عن حد تاني. طيب
الاعلان امتى بقى بعد كل ده؟ لانه الوقت انت عارف احنا هنلعب في شهر 9 9 في 9 ان شاء الله. فوبالتالي مفيش وقت طبعا. يعني والله يعني اول ما احس ان احنا وصلنا لحاجه مهمه، انا برضو ده ملف مهم، واحنا بنتكلم النهارده على واحد انا عايز يقعد 4 سنين يا كابتن، او يقعد على الفتره بتاعتنا كلها اللي هي سنتين ونص او سنتين يعني. يعني يعني مش عايز استعجل قوي اللي هو يلا بسرعه واي حاجه تيجي وبتاع يعني. ان شاء الله نحاول يعني نوصل لحاجه بسرعه باذن الله ان شاء الله يعني. بس ما اقدرش اعدي مع حاجه ميعاد او ماشي، لان الحاجات دي انت اكيد حضرتك عارفها وشفتها كتير يعني. تمام. كل يوم في جديد بصراحه. اكتر حاجه عجبتني فيك النهارده انك قدرت ايهاب جلال واعتذرت له وقلت طبعا ان مستحقاته بالكامل هياخدها. من ابلغ ايهاب جلال بهذا القرار ولا هو عرفه من المؤتمر الصحفي؟ انا كابتن ايهاب في امريكا وقفل تليفوناته، وانا يعني الاستاذ جمال حاول يكلمه ما عرفش يوصل له. انا كلمت الكابتن تامر النحاس وكيل يعني، وكان طبعا صديق عزيز يعني. فكلمت معاه وبلغته قلت له يعني شوف هو اقول له ازاي، عشان طبعا احنا عايزين نقول له ومتاسف له. وانا انا حتى يعني انا على المستوى الانساني والشخصي انا متعاطف معاه جدا جدا كابتن ايهاب، ولكن زي ما قلت ساعات بتيجي ظروف اقوى من الناس كلها. وهو الضغط كان هيبقى عليه كتير جدا، والضغط اللي اليومين اللي فاتت حضرتك شايف يعني بعد الماتشين اللي فاتوا الدنيا عامله ازاي، كان صحيح. كان هيبقى صعب ان هو يكمل في ظل النتائج ومستوى الاداء. ليس تقيلا من كابتن ايهاب، واحد من افضل المدربين اكيد، وانا بعتذر له تاني من خلال حضرتك وبتاسف له. وكنتش اتمنى ان هو يتحط في الموقف ده من الاول والله خالص، لان انا كنت يعني شايف الموضوع ده صعب جدا هيبقى على مدرب مصري طبعا في الحاله اللي احنا فيها دي. فانا بعتذر له يعني. طيب، من اتحاد مديون ولا يملك شيء الى اتحاد قرر انه كل خبرائه يكونوا اجانب، سواء مدير فني للمنتخب او للاتحاد او للمنتخب الاولمبي او كبير مستشارين للحكام. السؤال، هل الاتحاد مديون او غير مديون؟ نمرة 2، ايه سبب هذا التغير المفاجئ في التوجه نحو المدربين الاجانب بعد ما كان مثلا الكل بيتكلم انه مدير فني مصري للمنتخب الاولمبي، مدير فني مصري للاتحاد؟ طيب طبعا بص يا كابتن، اي حد عنده فلوس بره اكيد نعم، وعليك فلوس وليك فلوس، لكن انت في الاخر ليك فلوس كتير بره كويس. فانت ممكن تبقى دلوقتي، بس دخلك في خلال قد ايه؟ ايوه. مدخولاتك قد ايه في خلال 6 7 شهور الجايين او في السنه الجايه؟ احنا يعني بقى لنا فتره بنشوفه، وعندنا ان شاء الله مدخولات جيده جدا من الفتره الجايه السنه الجايه كويس، او يعني في خلال لغايه من دلوقتي لغايه شهر 12. معانا شركه يعني رعايه اقوى الحاجات في مصر طبعا، واقوى الحاجات في الوطن العربي كله. يعني عن سبونسرز بشكل قوي جدا، وتعرف تسوق وبتسوق اوريدي فعلا بقى لنا 4 سنين معاها، حاجه على احسن ما يكون. نعم. يعني خدنا الامور واحده واحده وشفنا ارقامنا، وقعدنا نشوف احنا في المستقبل جاي لنا ايه وداخل ايه. نقدر فجنب يعني شفنا فلوس الناس دي هتكلف كام، هتعمل كام، واحنا داخل لنا كام. فبشكل يعني اشتغلنا على فكره لا ممكن نجيب، احنا عندنا فلوس وعندنا موارد. هي ممكن تتاخر شويه او متاخره، بس جايه او بتيجي. وزي ما بقول لحضرتك احنا في ظهرنا شركه رعايه قويه جدا. نعم. جدا جدا. يعني واحنا يعني انا الموضوع ان شاء الله مش قلقان منه باذن الله، نقدر نشتغل عليها. وزي ما بقول لحضرتك اتحاد الكوره المصري اتحاد كبير في الوطن العربي وفي افريقيا، ونسعى ان احنا نعمل حاجه ليه كويسه. ويستاهل احسن حاجه من وجهه نظرنا، ويستاهل ان احنا نحطه في مكان احسن. فده اللي ان شاء الله نسعى عليه باذن الله يا كابتن. طيب، التغيير بقى في فكره مدير فني اجنبي لكل حاجه، لسواء منتخب اولمبي للاتحاد وخبير اجنبي للتحكيم، ايه اللي حصل؟ لا يعني يمكن التحكيم انا كنت وجهه نظر من زمان ان احنا ممكن نجيب خبير اجنبي. كابتن طبعا بيأدي بشكل جيد جدا. نعم. وكابتن صلاح بيجيب كل شويه على فكره خبرة في التحكيم الاجنبي. نعم. في التحكيم نفسه او في الفار يعني بصراحه راجل بيجتهد وبيشتغل، وهو انا بشكره من خلال حضرتك ان هو يعني بيجتهد بشكل جيد. شكر زي شكر ايهاب جلال ولا شكر عادي ده لوحده؟ لا وبيشتغل. طيب. وعنده ماتش الزمالك والاهلي جاي اهو. نعم. يعني الدنيا
وكل تحكيم فيه اخطاء يا كابتن يعني. نعم اكيد اكيد نعم. فاحنا مش معنى ان احنا نجيب حد، ما احنا بنجيب مدرب اجنبي، ده مش معنى المصريين يعني كذا. نعم. لان دي للحكام دي مش حاجه لا تقل، اللي هو نعم هيبقى جاي امتى هذا الخبير؟ جاي امتى كابتن عايز الناس ما فهمتش، هل جاي السنه دي هيكمل الموسم ولا بدايه من الموسم المقبل؟ لان الناس قالوا لو جاي الموسم يا كابتن فاضل له خلاص شهر ونص تقريبا. ممكن يجي على قبل نهايه الموسم. يبقى يقعد مع كابتن عصام ويعرف الاجواء بتاعت السنه دي ويعرف الدنيا، لانه برضو اكيد الاجواء عليه جديده. نعم. ويبتدي بالموسم الجديد ان شاء الله، ويكون قبل الموسم بقى موجود يعد العده ان شاء الله مع الكابتن عصام. اكيد هيساعده في الاول، وبعدين هو يشوف الدنيا ماشيه ازاي بقى بعد يساعده في الاول. بمعنى ان الكابتن عصام ممكن يكون ليه دور في البدايه ثم يخرج يعني حسب ما يتراءى للكابتن عصام. اكيد هو رئيس الحكام وليه كل احترام وتقدير دلوقتي، لكن يعني لما بيجي يعني هيبقى معاه واحد زي مدير تطوير، هو يعني اكيد بقى ترجع له معاه، يبقى حسب ما هو يشوف ازاي. هو راجل جاي يطور ويدي، وهو راجل كويس جدا ان شاء الله لما نعلن عنه يعني حاجه كده. طب برضه متى يتم الاعلان؟ ما هو ده برضه السؤال يا كابتن. يعني ممكن قريب، هو متعاقد وبالتالي قعده هيخلص لسه كمان شويه. يعني مش هينفع اقول غير لما يخلص عقده كابتن. لكن هو خلاص انت تم الاتفاق معاه؟ انا كلمته كلمت معاه، عملت زوم ميتنج، والراجل مدي موافقه بشكل كبير وعايز يجي يشتغل في مصر. انجليزي الجنسيه؟ بيتكلم انجليزي. بيتكلم انجليزي. طيب خلاص ماشي بيتكلم انجليزي. طيب خليني ايه، ممكن يكون على جريج شويه كمان، مش مشكله يعني. طيب خليني اروح معاك على المدير الفني للمنتخب الاولمبي. كانت الناس كلها تتكلم على الكابتن خالد جلال، النهارده كانت مفاجاه انه اصبح اجنبيا. ليه؟ نفس الفكره يعني. احنا عايزين مدرب اشتغل في الحته دي قبل كده، اشتغل مع الاولاد الصغيرين او مع الاجيال الصغيره شويه، مع المنتخبات الاولمبيه، يبقى في عنده ممكن يكون اشتغل في الاولمبياد قبل كده. يعني دي وجهه النظر يعني. وان زي ما قلت لحضرتك موضوع الفلوس ما بقاش هو. نعم. فهنحاول نجيب حد كويس ان شاء الله باذن الله في الحته دي. نتمنى ان شاء الله نلاقي، يعني انا عندي واحد قدامي كويس قوي. بنحاول نتفاوض معاه دلوقتي وربنا يوفقنا ان شاء الله فيه. طب يعني هل بقت مدرسه هل هتبقى مدرسه موحده بنفس الجنسيه المنتخب الاول؟ والله انا اتمنى يا كابتن. نعم. هو طبعا ممكن ما يبقاش، لان انك ممكن تلاقي واحد مثلا مدير فني المنتخب الاول كويس جدا، بس مش مش هتلاقي التوليب في نفس الجنسيه كويس يعني. نعم. اتمنى، بس هنحاول على يعني نحاول يبقى في اثنين من الثلاثه نفس هنحاول يعني حسب يعني. طيب استوقفني النهارده في المؤتمر بتاع حضرتك انك قلت انه بنفضل ان يكون في مصريين مع الاجهزه الفنيه اللي جايه. طبعا. لكنه ماذا لو انه انا جاي بجهازي، اقول لك ده جهازي بالكامل، انا ما بعرفش اشتغل الا بيه، ايه اللي ممكن يحصل يا كابتن؟ ايوه، بس هو مهما كان هو معاه مين، هو لازم هيبقى معاه مصريين برضه. وانا كنت بتكلم في تحديدا كابتن في حته المدير الفني لاتحاد الكوره. ايوه. لان دي الحته اللي فيها ما انت بتتكلمش على الاجهزه الفنيه للمنتخبات. لا، والاجهزه الفنيه ما اكيد هيبقى نصها مصري او ثلاث ارباعها مصريين، ده حاجه يعني. مهما كان هيجي معاه يعني اثنين ثلاثه واحد، والباقي كله مصريين. لكن انا كنت بتكلم تحديدا على المدير الفني لاتحاد الكوره، لان المكان ده ده اللي هيشتغل فيه بجد، ده اللي احنا عايزينه يشتغل بجد، ده اللي هو انا شايف ان هو هيبقى نقطه اختلافنا عن الاخرين شويه، او نقطه انطلاقنا لو حاجه كويسه هتحصل، ان يبقى بيشتغل ونديله كل المسؤوليات ان هو يشتغل وكل الامكانيات ان هو يشتغل في تطوير الكوره بجد، من تحت، من الناشئين، من المدربين، تعليم المدربين، انك تعمل رخصه خاصه باتحاد الكوره المصري، يبقى لازم تاخدها من اتحاد الكوره المصري للمدربين عن طريق مدربين في مصر هنا اللي بيدوها، او يجيب ناس من بره يشتغلوا عليها ويدوها لك، يبقى كورس تاخده ويبقى معاك لايسنس اوفيشال لاتحاد الكوره. طبعا على توسيع قاعده الناشئين تحت، على الاكاديميات اللي احنا برضه هنرجع نعملها ان شاء الله دلوقتي. فده هو يعني فكره المدير الرياضي دي يا كابتن، احنا مش عندنا في مصر. نعم. ما عندناش فكره المدير الرياضي في مصر، مفيش نادي عنده مدير رياضي. لا يا موجود في فيوتشر على فكره كابتن عبد الظاهر السقا مدير رياضي. طبعا. موجود يعني في بعض من الانديه. نعم. ممكن تبقى
مستجده شويه، لكن ما عندناش يعني هاني سعيد موجود في بيراميدز. نعم نعم، ما عندناش حد بقاله 20 سنه بقى. ايوه صحيح كلها صحيح لسه صحيح، ناس من سنه وسنتين. نعم انا قصدي ف لكن ناس بره في الحته دي سابقنا يعني بقى لهم 20 صح سنه شغالين فيها. فده اللي بتكلم فيه، ان لو ان شاء الله نجيب حد في المنطقه دي هيبقى تحتيه ناس مصريين يتعلموا منه ويشتغلوا معاه وايديهم بايديه ويفهمهم ده مع المدير الفني للاتحاد الكوره. ان شاء الله. طب بالنسبه لمدربي المنتخبات، هل يعني من الممكن ان تكون هناك وجوه جديده سواء المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي، ولا نفس الوجوه اللي موجوده هي اللي هتستمر مع الاجهزه الفنيه الجديده يا كابتن حازم؟ منتخب اولمبي يعني لسه حسب ما هيجي، يعني المنتخب الاول برضه. نعم. يعني الحاجات دي بقى بيبقى مع لو اخترنا مين، هو هيجيب مين، كم واحد، واللي موجودين هل هينفع يمشوا معاهم ولا لا. نعم. يعني انا شايف ان في المنتخب الاول الناس اللي موجوده ما يعني شوقي او عصام يعني ناس بتشتغل بشكل كويس. ما نعم. عملوا مع كابتن ما استكوش حاجه كتير، لكن لسه ما اعرفش طبعا. ده راي المجلس كله كاتحاد كوره. بس فالمنتخب الاولمبي ما عندناش حد، لكن انا اعتقد المنتخب الاولمبي برضه لازم يبقى في حد من اللي كانوا موجودين عشان يبقى يسهل على اللي جاي، خصوصا في الاول هو مش عارف لسه حد ومش عارف اللعيبه. برضه ممكن يبقى حد موجود في الجهاز القديم يكون موجود. دي برضه بالنسبه لي دي فكره انا لسه بعرضها. طيب. يعني لان برضه يبقى عنده مين هم اللي اشتغلوا قبل كده شويه مع كابتن شوقي، ففي على الاقل معلومات ولعيبه. نعم. محطوطه اوريدي مع بعض مع الجهاز. يعني احنا عندنا الاوراق دي كلها كابتن شوقي كان سابها، لكن برضه في ممكن يكون حد موجود من الجهاز. سؤال واضح، هل تم توجيه شكر للجهاز بالكامل بتاع الكابتن ايهاب جلال ولا للكابتن بالكامل؟ طيب كان عندكم خطا كبير جدا يا كابتن حازم، ارجو ان انتم تتداركوه، وهو ان انتم قلتوا ان الاداريين اللي في المنتخبات يكونوا من العاملين بالاتحاد، وبالتالي ما بقاش يعني في مثلا مينا موجود مع المنتخب. اتفضل. بس انا يعني بص الفكره دي هي مش احنا مش ضد المنصب. بس هو اللي هيقوم بالمنصب، فيمكن. نعم. احنا مع كابتن ايهاب انا قعدت معاه قبل ماتش غينيا، وهو قال لي انا محتاج مدير اداري. نعم. محتاج حد اداري قوي اساسي، وده قلت له حاضر يا كابتن، انا يعني في اخر المعسكر هتكون يعني ان شاء الله يعني جبنا حد. هي بس النظريه فكره اللعيب الكوره هو اللي يبقى مدير اداري، ولا حد مثلا زي ايهاب. لا ما كان في ايهاب لهيطة، كان في محمد صلاح. محمد صلاح كان هايل. وفي مينا جاي. نعم مينا موجود وعلي موجود. طبعا. فالفكره هو هتجيب لعيب كوره ويشتغل الشغلانه دي، ولا تجيب حد زي ايهاب لهيطة مثلا. سمير عدلي وعلاء عبد العزيز وايهاب لهيطة ثلاثه كانوا هايلين يعني. نعم بشكل ايهاب لهيطة شويه. ان ايهاب لهيطة لما تسال اللعيبه هو من اكثر الناس مع احترامي طبعا لكل الناس. بس ايهاب بقى نائب رئيس نادي الجزيره. انا ما بقولش ايهاب يجي، انا بقول على شاكلته. شاكلته ما هو سمير عدلي كان كده وعلاء عبد العزيز كان كده. نعم ليس تفضيلا من الناس اللي ماشي كلهم ناس افاضل واحسن مننا وكباتن، لكن قصدي الفكره دي ممكن تكون هي المطروحه يعني. طيب خليني اسالك عن موضوع الاكاديميات، لانه الموضوع ده تحول الى بيزنس كبير جدا، وانتوا النهارده بتتكلموا على دوري الاكاديميات ودوري المدارس. ايه بقى دوري الاكاديميات؟ ايه دوري المدارس؟ عشان ما يتعرضش اولياء الامور لحالات النصب اللي احنا بنشوفها كل يوم دي يا كابتن حازم. لا دوري المدارس ده الكاف مشروع جاي بجديد اتعرض علينا. نعم. لقينا ان دي حاجه كويسه جدا. كويس. فعرضناها على وزاره الشباب والرياضه ان هم يشتركوا معانا فيه. هيتعمل في ملاعب مركز الشباب والرياضه. نعم. ويبقى من خلال المدارس. انت عارف انا كابتن دوري المدارس اللي طبعا موجود. طبعا. الكاف هي اللي مدخله هذا المشروع. احنا قلنا طبعا اكيد يا ريت نرجع تاني يبقى في منتخب المدرسه، والمدرسه دي بتاعت المدرسه دي. حلو قوي. وفي ناس بتبقى مش في انديه، في لعيبه كوره كويسين مش في انديه في مدارس. نعم. وده نوع يعني جديد ان شاء الله هندخله خلاص، وتوافقنا عليه وخدنا ليه موافقات. الاكاديميات احنا كنت عاملها ايام ما حضرتك كنت مظبوط مظبوط، وكنا فعلناها وفعلناها. نعم. وعملنا كذا مهرجان، بدأناها في نادي الصيد وكنا عاملين حاجه محترمه. نعم. فهنفعلها تاني. الاكاديميات دي ببساطه جدا هي اي حد عنده اكاديميه لازم يبقى ليه شروط خيط من خلال اتحاد الكوره، انك تيجي تعمل شوط الطبي في الاتحاد زي النادي يعني. حلو. لازم يبقى عندك مدير تنفيذي، المدربين اللي عندك يكونوا عندهم لايسنس،
على الاقل سي او بي. وبعدين بتقسم الكاتيجوريز اي وبي سي دي حسب الاعداد. كل يعني كل ليفل يعني بيبقى ليه فيز معين مختلف عن الاخر حسب اللعيبه اللي عندك. ويبقى من خلال الاتحاد بتعمل، مش عايز اقول دوري لان السن ده ما ينفعش في الدوري، لكن مهرجانات بتشتغل فيها على طول. نعم. يبقى كل الناس اللي مشتركه في المهرجانات دي هي تبع اتحاد الكوره، مش اكاديميات واحد بياخد فلوس ويلعب في الشارع ويمشي. هنحاول نعملها تاني مع وزاره الشباب والرياضه، ان اللي بس اللي معاه لايسنس هو اللي يشترك، اللي يخش مراكز الشباب يعمل اكاديميه او انديه، مش اي حد يقول له روح نادي يقول له انا عايز اخد منكم ملعب ساعتين تديه له. يبقى نوعا ما يعني يبقى احنا الامبريلا بتاعت الاتحاد موجوده. وبالتالي لما انا بعمل مهرجان انا بقول للناس كلها في مصر زي ما عملنا مهرجان نادي الصيد او في التجمع او فين او فين، بيجي المدربين بتوع الانديه بيتفرجوا على المهرجانات دي، يشوفوا لعيب كويس يعملوا ايه. فبيبقى فرصه انك بتودي وتدي يعني تعمل كده يوم او يومين او حسب ما يبقى كام يوم في الاسبوع او كام يوم في السنه كلها. وبتودي بتعمل عرض للعيبه اللي عندك الصغيرين من الانديه تيجي تشوفهم. وهم كمان يبقى عندهم ان اللعب في الاكاديميات يا كابتن ملوش هدف، تقعد تلعب وتتمرن وخلاص. نعم. دايما اولياء الامور يقول لك انا بقعد اتمرن وبعدين، طيب بعد بقى هيحصل ايه؟ لا، تلعب وتلعب هنا وتلعب مع ده وتلعب مع ده وتلعب مع اسكندريه وتلعب مع وتشوف حلو وتجرب نشاط ودوري نشاط. نعم. وتزود قاعده الممارسه. طيب خليني بقى اسالك عن المدربين، لانه احنا بقالنا سنوات الدورات التدريبيه متوقفه، وفي الفتره الصغيره اللي انا كنت فيها في الاتحاد حاولت انا وانت بقدر الامكان ان نعيد هذا النشاط وما زال متوقف. هل خطبتوا حد؟ هل بداتوا في خطوات حتى يستعيد المدرب المصري مره اخرى يعني اسهمه في الخارج، ونقدر نشوف مدربين مصريين في خارج مصر بدل ما بنشوف المدربين رايحين لبعض الدول العربيه والافريقيه من اجل الحصول على هذه الدورات؟ بص يا كابتن، احنا بقالنا حوالي 3 أو 4 سنين ما بنعملش دورات في مصر. صحيح صحيح. انا يمكن اول ما جيت اتكلمت مع مستر فنجاده ومع كابتن شطه على فكره ان احنا لازم نرجع الموضوع الدورات في مصر ده والرخص عشان الناس تشتغل. صح. عشان في ناس كتير عايزه تاخد رخصه بيه، ما عندناش حد ايه في مصر. انا كنت بتكلم على الاي برو اللي معموله في المغرب، ليه ما فيش حد من المصريين هناك؟ نعم. انت عندك في مصر كلها ما فيش حد عنده الاي دي غير يعني ناس قليله جدا، كل منهم كابتن حسن شحاته، اعتقد كابتن حسام حسن متهيألي، انا مش فاكر مين، بس كان حتى الكاف هو اللي مختارهم في مصر يعني. حسام البدري باين حاجه كده، مش فاكر يعني، مش متأكد. بس انا فاكر كابتن حسام، كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر. نعم. مش فاكر، مش متذكر بالظبط. نعم. لكن في 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 ناس كتيره جدا خلصت وعايزه تاخد شهاده، عايزه تاخد رخصه واقفه. نعم. فهنرجع تاني نخاطب الاتحاد الافريقي ان شاء الله في الموضوع ده، وده برضه من خلال المدير الفني اللي هيجي بتاع اتحاد الكوره. وهيبقى عندنا لازم نشتغل على الحته دي، ان بص يا كابتن كل حاجه. نعم. فيها جانب سيء وجانب مش سيء. نعم. ففي في الناس لما قفلت قال لك دي سبوبه والمدربين بياخدوا منها فلوس. حاول اقفلها، لكن ما تقفلش مظبوط الهدف نفسه الاساسي والثاني ان هو تتمرن الناس وتاخد رخص. نعم. والتسجيل تعليم الناس يعني. نعم. فنحاول نقفل الطريقه اللي فيها لو فيها حاجه غلط، لكن ما تقفلش الاساس اللي هو معمول منها. صحيح. الناس تتعلم. طيب كابتن حازم، ايه الضمانات ان حازم امام لن يغضب مره اخرى من اتحاد الكوره ويلوح او يقدم استقالته؟ والله انت عارفني يعني انا مش بحب ان انا يعني نطلع بره الاطار ولا حاجه، بس لا ان شاء الله يعني الدنيا انا يعني مجلس بقى محترم ومجلس بحترم الكل، واختلاف وجهات النظر بيحصل عادي. نعم. والمهم نتدارك ونشتغل وكله يشتغل. حازم مش هيشتغل لوحده ولا بركات لوحده، الناس كلها هتشتغل وكل واحد ليه ملف، وناس كلها ناس جميله جدا وناس محترمه وبتحاول وتجتهد. مفيش حد لوحده بيشتغل يا كابتن، عمر الوان مان شو ده ما بياكل. نعم. عيش ولا بيشغل حد. مفيش حاجه اسمها انا لوحدي. نعم. مفيش حاجه، لازم اسال واعرف وافهم من هنا واحاول اجيب المعلومه من هنا. صحيح. فاحنا كلنا يعني نتعلم من بعض. ويا رب نوصل للاصلح. وانا عايز يعني اقول حاجه يا كابتن في الاخر، ان مفيش حاجه هتنجح على طول. هنقع شويه، لازم يعني معلش دور الاعلام طبعا هو يساند ويسند، ده دوركم الطبيعي اللي معمول على طول يا كابتن، وانتوا في ظهرنا ان شاء الله، وهنحاول ان احنا نحاول نوصل لحاجه كويسه، وهدفنا كله ان احنا نعمل حاجه كويسه، يعني مفيش حد هدفه يعمل حاجه سيئه، ان شاء الله نحاول نعمل الصح
وكالعاده تبقى الظاهره ان شاء الله كاعلام. طيب. اعلام مصري اعلام قوي طبعا، واعلام جامد جدا، واعلام اعلام تاثير طبعا. فان شاء الله يا كابتن تبقوا معانا وظاهرنا، وحاول ان احنا نبقى عند حسن ظنكم باذن الله ان شاء الله. وطبعا طبيعي انك تقومونا وتنتقدونا، لان ده هدفكم الاساسي. احنا ما بنزعلش من النقد، بالعكس النقد بيفتح لنا عينينا، وده اللي خلانا ناخد بعض الاراء اللي غيرنا فيها وجهه النظر تماما زي النهارده كده. ده بسبب الانتقادات والنقد، ده حاجه مهمه انك تنتقد وتعرف الصح من الغلط يعني. طب استحمل رزلت شويه والسؤال الرخم ده اللي جاي، وانا عارف انت ما بتحبش تتكلم فيه، لكنه حازم امام يمكن من رموز الزمالك اللي بيلقوا احترام كبير جدا داخل النادي الاهلي ومن قبل جماهير النادي الاهلي، بعد اعلان النهارده البيان بتاع الوزاره الذي حمل فيه الاتحاد المسؤوليه كامله عن عدم التقدم بطلب الاستضافه وضيع فرصه مصر في تنظيم هذا الملف يعني. كيف سيكون التصرف من قبل الاتحاد المصري لكره القدم؟ بص يا كابتن برضه، عشان الموضوع ده شائك شويه، يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، ان مفيش عضو مجلس اداره يعلم عن هذا الجواب اي حاجه تانية. نعم. كنا يعني. نعم. ففكره ان في حد مستهدف في النادي الاهلي يعني مش صحيحه تماما. نعم. لان الجواب لما جه كان الاهلي بيلعب في البطوله والزمالك بيلعب في البطوله. نعم. والمصري بيلعب في البطوله وبيراميدز بيلعب في البطوله. صحيح. فكره الاهلي هو اللي وصل طبعا، فالناس شايفه ان الاهلي فقط، لكن هو الجواب احنا ما وصلناش. احنا اول اجتماع كان لينا تقريبا يوم 21/2. نعم. فهو وزي ما قلنا وزي ما قلت في المؤتمر، احنا يعني احنا جينا اربع شهور، بقى لنا اربع شهور. نعم. ايه اللي هيخليك تعمل حاجه البيربس او متعمد؟ انت ايه اللي انت جاي للناس كلها؟ نعم. اي حد اخطا او اي حد كان متساوي في الخطا اكيد هيعاقب يا كابتن. نعم. لا ضد لا هنتسطع على حاجه ولا مش جايين يعني. نعم. ضد نادي معين، انا بس عايز احط الفكره يا كابتن. أيوه. ان الخطا وارد. نعم. مش لازم يكون مقصود يعني، في ناس يقول لك هم قاصدين. هو الوقت لما جه ما كانش فيه، كان كل الفرق موجوده فيه، كل الفرق المصريه بتلعب. فاكيد الاتحاد مش عايز ياذي الفرق، اكيد الاتحاد جاي يساعد. نعم. ويساعد. فهو ده اللي حصل، احنا كنا جايين من افريقيا. يعني ما اعرفش الناس عارفه، مجلس الادارات مش هو الجوابات ما بيجيبوش على البيت، هو بيجي في الاتحاد. نعم. والاتحاد بيبقى من خلال ناس بتطلعه للمجلس او بتطلعه للاعضاء، يعني مفيش حد بيجيله على البيت كل الجوابات اللي بتيجي لاي نادي او اي اتحاد. في ناس هي اللي بتبقى بتطلع لك الحاجات دي وبتفند لك وبتجيب اهميه. فلكن زي ما اقول وقلت النهارده والوزاره قالت قبل كده ان اكيد المسؤول هيتعاقب. هل ستكون هناك شجاعه اعتذار؟ لانه حتى بعد ما النادي طبعا بنعتذر. نعم. طبعا بنعتذر اكيد. اكيد. لو في خطا تعتذر. هو هو مين ما بيغلطش يا كابتن؟ كل الناس. فيرجسون لما مشي من مانشستر قال لهم هاتوا ديفيد مويز احسن مدرب في انجلترا، قعد اسبوعين ومشي ولا شهرين ومشي. نعم. يعني مش مع يعني هو مش الناس كلها انزلت ان ما فيش حد بيغلط، كل الناس بتغلط. اي حد لو انا غلطت بعتذر. ده كلام شديد الاحترام. في نعم. في غلط بنعتذر في. طيب. بس لو في غلط هل هو برضه يا كابتن معلش لا ما نحط عليها كتير يا كابتن، هو لا مش متعمد. نعم. وليس يتعمد لا نادي اهلي ولا نادي زمالك. نعم. ولا اي نادي في مصر، هو بسبب الاحداث اللي كنا فيها افريقيا. الدنيا كانوا معظمهم هناك. نعم. في الكاميرون لما جينا كنا بنناقش الاحداث الممكن يعني اللي حصل، ان حد سهي عليه وشافه بعد كده لما الدنيا انا مع يعني الديتيلز دي ما كانتش موجوده والتفصيله. نعم. دي ما كانتش موجوده، لان انا ايه اللي هيضرني ان انا هيجي لي جواب راح محوله للوزاره؟ ايه صحيح. اللي هيضرني انا كاتحاد يعني؟ صحيح. كابتن حازم اخيرا، هل كده يعني بعد المطالبه الكبيره من الراي العام ومن الاعلام باستقالة الاتحاد ورحيل الاتحاد، هل شايف ان الامور بدأت تهدأ وان هناك فرصة لتصحيح الاوضاع داخل الاتحاد؟ نتمنى ذلك يعني. هو رأي الشارع مهم جدا، والناس لما هتشوف الشغل ان شاء الله نتمنى ان هي تهدأ وتشوف الدنيا ماشية، ان احنا بنشتغل بجد واحنا هنعمل اللي علينا يا كابتن. وفي الاخر انتوا بتقيموا. نعم. الاعلام بيقيم والناس بتقيم، مفيش حاجة ثابته، مفيش ناس زعلانه على طول ومفيش ناس فرحانه على طول يعني. نعم. شغلك هو اللي بيخلي الناس يا اما زعلانه يا اما الناس مبسوطه، فده اللي بنعمل عليه، ان احنا نحاول نشتغل بما يرضي الله ونحاول ان احنا نعمل الصح والناس هي تحكم ان شاء الله. كابتن حازم امام النجم الكبير في كره القدم وعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، بشكرك شكرا جزيلا.